حاجات كتيره هنقف عندها، بس في كلمه انا وقفت عندها اتقالت اول امبارح، لان الكلمه دي تمس جمهور النادي الاهلي اللي احنا خارجين منه، واللي يمس جمهور النادي الاهلي احنا هنا دورنا كناس اساسا من جمهور النادي الاهلي ان احنا نوجه رساله ونقول يعني ايه جمهور النادي الاهلي وايه مرجعيته. لما يتقال ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور سمع وطاعه وجمهور طيع، طيع هو مصطلح يعني ان سهل تشكيله، على الجانب الاخر جمهور في جمهور مثقف وجمهور عنده موقف وراي، وده مش موجود في النادي الاهلي، او هكذا حب احدهم ان هو يصور. حابين نقول ان ده ناتج عن عدم درايه بتاريخ النادي الاهلي وتاريخ جمهوره. النادي الاهلي كمؤسسه عنده فكره اشبه بفكره العقد الاجتماعي بتاع جان جاك روسو كده في الفلسفه، وهي مجموعه من الضوابط اللي بتحكمنا كلنا، مجلس اداره، جمهور، لاعبين، واجهزه فنيه. ده منهج الاهلي. دايما اللي بيخرج عن المنهج ده بتلاقي جمهور النادي الاهلي بيكون واقف ليه وبيكون عنده موقف. عمر جمهور النادي الاهلي ما كان جمهور سمع وطاعه، واستخدام المصطلح ده اللي فيه حواليه علامات كتير جدا مع جمهور النادي الاهلي غير مقبول بالمره. ولكن كمان اللي بص في تاريخ النادي الاهلي، عزيز عزت باشا مرورا بعبد الخالق ثروت باشا وجعفر والي باشا، احمد حسنين باشا الى اخره، هيلاقي دايما ان رؤساء النادي الاهلي طول ما انت ماشي على منهج النادي الاهلي ونسقه هتلاقي الجمهور في صفك وبتكمل وبتستمر. اللحظه اللي الجمهور هيحس انه غير راضي عن مردودك كان بيبقى جمهور ليه واقفه، وكان التغيير بيكون سريع جدا. على الجانب الاخر شفنا انديه كان بيتوصف رؤسائها بان هم اهلاويه جم يدمروا النادي، بس استمروا سنين والجمهور بقى داعم ليهم. ده مش هتشوفه في النادي الاهلي. كمان داخل النادي الاهلي عمرك ما هتلاقي لاعب او مدرب هارب بيرجع للنادي الاهلي والجميع بيبرر ليه والجمهور الاهلي بيتقبل بسياسه الامر الواقع. جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش بسياسه الامر الواقع، وهو مش جمهور سمع وطاعه، ده اكتر جمهور قادر على الفرز. شوف انت مواقف الجمهور التاني وصنفه، هل هو جمهور فارز وناقد زي الاهلي ولا لا؟